الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نصلي ونسلم على الهادي البشير محمد الذي زكاه المولى تبارك وتعالى في صدره وقال له ألم نشرح لك صدره، وزكاه في ذكره وقال له ورفعنا لك ذكره، وزكاه في خلقه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه في كل شيء وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب كل قبلة، صلاة وسلاما عليك في الأولين، صلاة وسلاما عليك في الآخرين، صلاة وسلاما عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سيدي يا رسول الله. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة القرآنية الكريمة المباركة من ليالي التكريم للراحلة الكريمة الأم التي تعبت وسهرت وربت والتي كرمها المولى تبارك وتعالى والمصطفى صلى الله عليه وسلم حينما ذكرها في الحديث الشريف ثلاث مرات، أمك ثم أمك ثم أمك، لأنها عانت من ثلاث شدائد: شدة في الحمل وشدة في الوضع وشدة في الرضاعة. وإذا ماتت الأم نادى منادى من السماء وقال: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. أيها الإخوة الأحباب، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أشكر كل السادة الحضور الذين حضروا إلى هنا مشاركة منهم في تقديم خالص واجب العزاء، خالص الشكر والإعتذار والتقدير الذي حضر الآن شيخ نواب مجلس الشعب صاحب الخدمات الخلوق الحق لطفي شحاته. شاكرا كل السادة الحضور الذين حضروا إلى هنا، أشكر أهلي وأحبابي الحرمدة الحق عاطف سيف اليزن وأخواته وأبناء عم الحق السيد سيف اليزن ومعه الحق عبد الباسط الزيات. أشكر الدكتور السيد العزازي، أشكر المحاسب المحترم الأستاذ محمد فوزي خليفة، أشكر عم الحق عبد الله شجر، أشكر كل القيادات الشعبية، أشكر المهندس علاء عفيفي مستشار وزير الزراعة ونقيب الزراعيين، كما تقدم بخالص الشكر أيضا إلى المهندس حافظ شحاتة أمين عام نقابة الزراعيين. أشكر المهندس محمد البحراوي، العمدة محمد كامل، المهندس محمد سرور مباشر، وكل من حضر من قرية أبو طحون، كما تقدم بخالص الشكر للأستاذ عدلي باشا أمين حارس مستقبل وطن، والعمدة فكري الطوخي، والأستاذ عادل فضل، والحج موسى أبو زينة، والحج محمد أبو الزحمة، وكل السادة الحضور لعدم النسيان. أيها الإخوة الأحباب، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. معنا هذه الليلة إن شاء الله قارئ من الرعيد الأول، نشرف به أنه من أبناء محافظة الشرقية، ويزيد القراء الشرقية أدبا وعلما وقرآنا. قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، ابن محافظة الشرقية والإقامة تروح، صاحب الأداء المتميز في الحكم والنغم والصوت، القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي.
خضر مشكوره في يمتعنا بمعجزه الحبيب محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتعلم.
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ
تعلم ما في نفسي ولا
نزل عليك سطر الغطاوي مدك بمدك. عمك يا شيخ عبد الله مسلم عليك يا سيدنا. بيحب النبي صلى الله عليه وقول ربنا يرحم والدك.
الذي حضر من بهنباي مشاركة منه في تقديم قارص واجب العزاء. أشكر المهندس علاء عفيفي، معالي المستشار عمرو عوض مدرسة الأدب الذي حضر إلى هنا مشاركة منه في تقديم خالص واجب العزاء. أشكر العميد صلاح الشناوي، أشكر كل من حضر إلى هنا مشاركة منه في تقديم خالص واجب العزاء. أشكر عدلي باشا من حزب مستقبل الوطن، الأستاذ عادل فخر، العمدة فكر الطوخي، الحاج موسى أبو زينة، الحاج محمد أبو زحمد، مهندس هاني البقري، الأستاذ الخلوق المحترم يسري سلام موجه اللغة العربية بتعليم الشرقية وعضو مجلس إدارة نادي الشرقية، وأهالي كفر جمعة أصحاب الواجب الذين حضروا إلى هنا. أشكر المهندس محمد البحراوي والعمدة محمد كامل والأستاذ محمد أبو سرور وكل العمد والمشايخ وكل من حضر إلى هنا مشاركة منهم في تقديم خالص واجب العزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. خالص واجب العزاء إلى أسرة الراحلة الكريمة عم الحاج الخزرجي علي الأنصاري وأبنائه، الأستاذ المحترم صاحب الواجب الأستاذ أحمد الخزرجي والدكتور علي الخزرجي والمستشار مصطفى الخزرجي والأستاذ المحاسب يحيى الخزرجي وعموم عائلات الأنصار وعموم عائلات الشيخ، وندعو للراحلة الكريمة بالرحمة وكل العائلة بالصبر والسلوان. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.